أنا اليوم سعيد باستقبال أخي وزميلي معالي الوزير سامح شكري، وزير خارجية جمهور مصر العربية، الذي يقوم بزيارة عمل وأخوة إلى المملكة المغربية. هذه مدة ما جاش عندنا السي سامح، 7 سنوات، لهذا هذه الزيارة عندها طابع خاص، بالنظر أولا للعلاقة الخاصة بين جلالة الملك محمد السادس وأخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالنظر إلى الشراكة المتميزة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية. خلال هذا اللقاء اللي تم بيننا اليوم، أولا عبرت لمعالي الوزير عن إدانة المملكة المغربية القوية للهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف أمس السبت منطقة غرب سيناء، وتضامن المملكة الكامل مع جمهورية مصر وتأييده المطلق لكل الإجراءات ولكل التدابير التي تتخذها السلطات المصرية لحفظ أمنها واستقرارها. أمن مصر واستقرار مصر مهم للمملكة المغربية ومهم للوطن العربي، وكل ما يمس مصر يمس المغرب، مع تعازينا طبعا الحارة للحكومة والشعب المصري الشقيقين ولذوي الضحايا، ومتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين. أكدت لأخي معالي الوزير أن تعليمات جلالة الملك محمد السادس واضحة في ضرورة التواصل والتنسيق والتشاور مع مصر حيال القضايا الدولية والإقليمية المطروحة على الساحتين العربية والإفريقية. العلاقات مع مصر تكتسي صبغة خاصة لأنها علاقات قديمة، فيها بعد سياسي، فيها بعد اقتصادي، فيها بعد إنساني، وفيها بعد روحي، وهي أيضا علاقة متفردة لكونها مؤطرة بإطار قانوني وإطار مؤسساتي متميز، ليس للمغرب نظير له مع أي بلد عربي أو إفريقي آخر. خلال محادثتنا اليوم، كان هناك اتفاق على تنزيل طموح جلالة الملك وفخامة الرئيس لاستغلال كل هذه الأرضية الصلبة للعلاقة الثنائية وإعطائها زخم جديد من خلال تفعيل الآليات المؤسساتية وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة. اتفقنا على عقد قريبا آلية التشاور السياسي، على تعزيز التعاون الاقتصادي في كل المجالات، وتفعيل مجلس رجال الأعمال المغربي المصري. اتفقنا على أن نشتغل كذلك حول القضايا الإقليمية في إطار تعزيز التنسيق والتشاور. المغرب حريص على أن مصالح مصر الإقليمية والوطنية هي مصالح مهمة كذلك للمملكة المغربية، والمغرب يعرب دائما عن تضامن المطلق مع مصر في كل ما يمس مصالحها العليا والمصالح التي تمس
أمنها الوطني والأمنها الإقليمي. تباحثنا في هذا في إطار هذا التنسيق وفي إطار هذا التشاور حول مجموعة من القضايا الإقليمية، سواء في شمال إفريقيا كملف ليبيا في الشرق الأوسط، أو الوضع في القارة الإفريقية أو في المجال الأورو متوسطي. وما غنفاجئكمش إلا قلت بأن هناك تطابق في وجهات نظرنا، وبأن هناك رغبة في تعزيز هذا التنسيق وترجمته كذلك إلى مبادرات مشتركة تخدم مصالح البلدين، ولكن كذلك تخدم الأمن والسلم والاستقرار الإقليميين. اتفقنا على أن نهيئ في الأسابيع والأشهر المقبلة أجندة للتعاون الثنائي في كل المجالات، على أن يتم تفعيلها في أفق لقاءات على أعلى مستوى بين البلدين، بين جلالة الملك وبين فخامة الرئيس. فمرة أخرى مرحبا بك معالي الوزير، وهذه المرة نتمنى أن ما نتسناوش 7 سنوات قبل إن شاء الله الزيارة إلى مرة أخرى إلى المغرب. شكرا جزيلا معالي الوزير والأخ العزيز ناصر بوريتا. في البداية أود أن أعبر عن مدى سعادتي بأن أعود إلى الرباط وإلى المغرب، الدولة الشقيقة التي تجمعها بمصر علاقات تاريخية وثيقة على مستوى القيادتين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك محمد السادس، وأيضا على مستوى الشعبي من خلال التمازج بين الشعبين والارتباط الوثيق فيما بينهما. وأعبر عن جزيل الشكر على حسن الاستقبال وحفاوة التي لقيتها والوفد المرافق، وهذا ليس غريب على شعب كريم، وبالتأكيد أنه دائما بنحظى برعاية كريمة من جلالة الملك محمد السادس. كما تحدثت فنحن نقدر كثيرا هذه العلاقة والآليات الخاصة بها، وإذا كانت آخر زيارة لي من 7 سنوات فبالتأكيد أنه في سنتين إذا لم يكن أكثر تحت ظروف جائحة الكوفيد، ولكن هذا لم يمنع باستمرار التواصل فيما بيننا من خلال الهاتف، ولكن أيضا كان لنا حظ وشرف استقبالكم في زيارتين ثنائيتين كانت مليئة بالتشاور وتأكيد مرة أخرى بمدى التوافق والتطابق في وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. تجمع مصر والمغرب دوائر عديدة من الأطر السياسية، سواء كانت الجامعة العربية، الإطار المتوسطي، الاتحاد الأفريقي، منظمة التعاون الإسلامي، وكلها أطر يتم من خلال التنسيق فيما بيننا تحقيق المصالح المشتركة والدفع قدما في إطار مواجهة التحديات العديدة التي تواجهنا والتي نستطيع أن نتعامل معها بقدر أكبر لحماية مصالحنا من خلال التضامن والتنسيق فيما بيننا. نحن عازمون على تفعيل الآليات كما تحدثت، سواء كان آلية التشاور السياسي أو اللجنة الاقتصادية ومنتدى رجال الأعمال، وكلها من شأنها أن تعزز هذه العلاقة، واتفقنا على أيضا تعزيزها في إطار دائما كان له أثر ووقع قوي، وهو الإطار الثقافي والتبادل الثقافي بين البلدين من خلال برنامج مؤسسي وزمني محدد يعزز من الصلات ويؤكد الارتباط الوثيق بيننا. كان طبعا لقاءنا فرصة للتداول حول كل القضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء متصلة بالقارة الأفريقية، منطقة الساحل والصحراء، الأوضاع والتطورات الخاصة بليبيا، القضية الفلسطينية، مقاومة الإرهاب وضرورة التصدي لكافة التنظيمات الإرهابية دون تحديد لمسمياتها. فالفكر في حد ذاته وهذه المنظمات كلها منبثقة من فكر متطرف واحد وتلجأ دائما إلى العنف في إطار الترويع ومحاولة فرض إرادتها على الشعوب. وإن شاء
شاء الله يكون الاجتماع لتحالف داعش الذي تستضيفه المغرب ناجح ومؤثر في استمرار الجهود المشتركة للقضاء على هذه الآفة. وبشكرك على طبعا التعازي وتضامن المغربي مع مصر في إطار العمل الإرهابي الذي تم من يومين، وراح تحياته أفراد القوات المسلحة المصرية. سنستمر في دعم هذه العلاقة والتواصل المستمر بتوجيهات فخامة الرئيس وجلالة الملك، وسوف تتاح فرصة لأيضا تفعيل العلاقات والتعاون على مستوى المؤسسات التشريعية وكل المجالات الفنية، والزيارات المتبادلة سوف يكون لها بالضرورة إسهامها في الارتقاء بالعلاقة واستخلاص المصالح المشتركة ودفع جهود التنمية في البلدين. أنا بهني المغرب على ما حققته خلال السنوات الماضية، سواء في إطار مواجهة جائحة الكورونا، لكن أيضا في إطار الارتقاء بالتنمية والاقتصاد وتحقيق معدلات تحقق طموحات الشعب المغربي. ومصر أيضا حققت خلال السنوات الماضية، ولكن نواجه ظروف وتطورات دولية لها أثرها البالغ على الأمن الغذائي، على جهودنا في تحقيق معدلات تنمية. وبالتأكيد أن رؤيتنا المشتركة في تواصلنا مع شركائنا الدوليين من شأنها أن تظهر صوتنا وتؤدي إلى قدرتنا على مواجهة هذه التحديات. مرة أخرى بشكرك ومتطلع لمحادثاتنا خلال هذه الزيارة، وأيضا الالتقاء بعدد من المسؤولين المغاربة. بالتأكيد هيكون فرصة لتبادل الرؤى وأيضا دعم العلاقة. شكرا جزيلا. تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.